افتتاحية عرفت عرض كوريغرافي متنوع حول القضية الفلسطينية، وكذلك تكريمات لوجوه فنية قدمت الكثير للأغنية الشوية، على رأسهم عميد الأغنية الشوية حميد بوزاهر، الفنان حسن دادي، الفنان ماسينيسا، السعيد الجريدي، إضافة إلى بحضور وسط حضور جماهيري مكثف للعائلات الخنشلية والسلطات المحلية. المهرجان الموسيقى والأغنية الشعبية اليوم في ولاية خنشلة أقول روعة روعة، نظام محكم، أداء للفرق المشاركة مميز وجدي جدا. هذا أول تكريم لي يعني على ملي، وأول تكريم نشكرهم بزاف بزاف على التكريم تاعهم. التنظيم كان محكم و الاجواء كان الاجواء تاع الافتتاح كانت جد رائعه.